فاحنا خلينا نحكي بطق بطق. انت بذاك الوقت ما تقدر تتجاوز على حدود العراق، ما يحتاج اصلا يحكي وياك هو. انت الان سويت نفس الشيء. اكو زلم ماسك العراق تتفاهم معاها وتحترم معاها، ايه؟ مو زلم تنقاد باتصالات بتلفونات من برا ولا قنوات مسيره. شلون تخدم الموضوع؟ لا لا، هاي اساءه ما اقبلها اليك، وانت تعرف العراقيين ايش قد زلم، تعرف وين؟ العراقيين ايش قد زلم، فلا الشخص نعم بهالطريقه. اي طبعا تعرف العراقيين ايش قد زلم، ما اقبل لك الاساءه للزلم العراقيين، لان كل زين انت تعرفه. نفطكم اخذوا الايرانيين وانت لا لا اسمع اسمع اسمع، وموازنتك اخذوها الامريكان غصبا عنك. تقدر فلت لا اسمع اسمع اسمع، انت قاعد تطلق خاوه نفطك عزيزي. لا لا تعير العراقيين بهذه الطريقه، لا تدخلني بهذا السجال ارجوك. احنا قاعد نحكي في الجوانب الاقليميه، في الجوانب المتاخمه، في لا هذا سجالك عجيب يعني. اقتصادية زلم ما زلم، ولا يوجد زلم في المنطقة العربية مثل الزلم العراقي. العراق الرجال ماله معروفين، معروفين العراقيين من قالوا بله. احنا زلم وفوق الزلم هم بعد. هسه باكر اذا صارت حرب احنا مستعدين للقتال، كفيلك الله. هذا هو الاسلوب اللي انت تدخل فيه. لا تخليك ارجوك ارجوك، اذا تاخذون حقوقي وحقوق شعبي وحقوق ابناء شعبي اقول لكم نعم، واخرب كل شغلكم، كل شغلكم اخربه والله. هذا كلام نسميه سرد عراق احنا. انت العنتريات هذه ما تنفع يا اخي، انت خليك من هذا الحوار يا اخي، خليك من هذا الحوار، هذا الحوار لا يوجد نفعا. هسه انا قاعد اطيق هذا القانون الدولي البحري يا اخي، هذا الحوار لا يوجد، هذا الحوار لا يوجد. ايش انطيق وثائق ايش؟ وثائق ايش؟ هذا القانون الدولي البحري. انت بال 76 يلا ماخذ هذا مالك بال 76 تمام تمام. انتم تخليك بالحوار، خليك بالحوار المنتج ارجوك. هاي مال انتم مو زلم واحنا مو زلم وكذا وما اعرف ايش، اصلا معيبه حتى. لا نعم فيكم.